النهاردة المحاضرة بتاعتنا هتبقى مقسمة جزئين. أول حاجة هنكمل بقية الستاندر بتاعت الأيزو اللي احنا ما كملناهاش المرة اللي فاتت، اللي هي من أول 8 لحد 10، الأوبريشن والإيفاليويشن، وآخر حاجة والإمبروفمنت. تمام، دول اللي احنا هناخدهم النهاردة. لو اتبقى عندنا وقت إن شاء الله هنبتدي إن احنا نطبق ده على أول إجراء بنتعامل فيه في الدوكيمنت كنترول، علشان نشوف احنا ازاي بنطبق الستاندر والكواليتي ده على الاجراءات اللي احنا بنتعامل فيها يوميا. تمام، هنبتدي في الاوبريشن. اول حاجه الايزو مش بيقول لنا احنا بنعمل المنتج اللي احنا بنعمله ازاي، ما بيقولناش على مراحل تصنيع المنتج. هو الايزو بيدينا خطوات هنمشي عليها من اول ما بدات ان انا افكر في النشاط لحد ما اوصله للعمل، بس هو بيديني ستاندرد عشان كل المنتجات يمشي عليه. لو انا عندي اي نوع من انواع التصنيع ان انا اقدر ان انا استعمل الستابس دي هوصل لنتيجه كويسه. بس هو مش هيقول لي انا بصنع الماتيريال دي ازاي، او ان انا بقدم الخدمه دي بانهي طريقه. هو هيديني ستاندرد اللي المفروض ان انا اتعامل بيها، بس مش هيعرفني الخطوات دي. يعني هو هيعرفني الخطوات بس مش هيقول لي طريقه التصنيع. هو بيديني ستاندرد امشي عليها بس. تمام، اول حاجه بنتكلم فيها، احنا طبعا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت قلنا ان احنا اي اجراء بنعمله لازم اول حاجه بنعمله بلان. فاول حاجه هنا بنتكلم فيها بلانينج اند كنترول، اوبريشنال بلانينج اند كنترول. اولا لازم ان انا احط خطط واحدد المتطلبات بتاعتي. اول حاجه لازم ان انا احدد ايه المتطلبات بتاعتي، ايه الحاجات اللي انا هستعملها في التشغيل عندي، ايه الايكويبمنت اللي انا هستعملها، ايه مين الناس اللي انا هحتاجهم، عدد الريسورسز اللي انا هجيبها. فاول حاجه لازم نخطط ونحدد ايه المتطلبات بتاعتنا بتاعه الانتاج او بتاعه التشغيل. تاني حاجه ان انا اضع معايير للعمليات، لازم اقول ان العمليه دي لازم تحصل بالطريقه الفلانيه، لازم العمليه دي عشان اقول ان هي عمليه ناجحه لازم تديني نتيجه الفلانيه، لازم احط المعيار ده علشان اقدر اقيس عليه. فدي تاني حاجه ان انا احط معايير للعمليات. تالت حاجه ان انا احط معايير لقبول المنتجات والخدمات. لازم احط عندي ليفل اقول عنده ان هو ده الحد الادنى اللي انا بقبل عنده المنتجات بتاعتي او الخدمات اللي هتطلع. لو هي اقل من كده مش هينفع اقبلها، ولو هي اكتر من كده ممكن اقبلها. تمام، فتالت حاجه قلنا وضع معايير لقبول المنتجات والخدمات. رابع حاجه تحديد الموارد المطلوبه. دي الايتم ده احنا بيتكرر معانا كتير، ان انا لازم في اول ما بحدد المتطلبات بتاعتي لازم احدد ايه الموارد اللي انا هستعملها في الستاب دي، علشان يبقى انا خلاص عندي الستاب الثانيه ان انا هبتدي ان انا انفذ. عندي الموارد، عندي عارف انا محتاج ايه، يبقى خلاص انا ان انا هبتدي التنفيذ. فقلنا رابع حاجه تحديد الموارد المطلوبه. خامس حاجه مراقبه العمليه. مهم جدا ان انا احدد معايير للمراقبه، ان انا وانا براقب العمليه ما استناش لحد ما يحصل الانتاج للاخر ويبقى المنتج عندي كامل 100%، وبعدين ابتدي اعمل عليه تشيك واقول اه ده هو كده، ده مطابق ولا غير مطابق. طب ما انا كان قدامي في البروسيس نفسها العمليات اللي بتحصل في خلال فتره التشغيل او في خلال مراحل التشغيل، ان انا اقيس هل العمليات دي فعلا كده هتطلع المنتج مطابق للمواصفات ولا لا. فقلنا خامس حاجه مراقبه العمليه. سادس حاجه مراجعه وتوثيق المستندات. احنا لسه بنقول من شويه ان اي عمليه لم توثق لم تحدث، فانا لازم ان انا اوثق كل الستابس اللي انا عملتها دي علشان ابقى عارف ان انا لما اجي اتشيك ابقى انا عارف ان انا عندي الدوكيمنت دي بتقول ان انا المفروض ان انا الكريتيريا بتاعتي دي فاليد من كذا لكذا. ايه اللي هيثبت ده؟ الا لو كان موجود على ورقه مكتوبه، او ان هي موجوده، او ان هي ستورد الورقه دي. دلوقتي لو العامل ده مثلا مشي من مكانه على الاله اللي هو شغال عليها، طب مين اللي هيثبت ان لا، طب العامل ده حافظ ان الكريتيريا بتاعته من كذا لكذا؟ طب مين يقول ان العامل ده لما في يوم ياخد اجازه، ولا ياخد اجازه مصيف، ولا ان هو تعب فجاه، او ان هو مشي، او حصل اي حاجه لا قدر الله، ان يقدر الشغل يفضل مستمر؟ ان يبقى في ورقه بتقول ان الكريتيريا بتاعه الاكسبتنس بتاعه المنتج ده من كذا لكذا. ده اللي هيخليني هنا ابقى انا متاكد ان كل حاجه تمام، وان كل حاجه دوكيمنت. اخر حاجه بنتكلم فيها مراقبه عمليات العمليات اللي هو مخطط ليها والغير مخطط ليها. يعني انا دلوقتي عملت الخطه وحددت الكريتيريا بتاعتها وحددت الموارد اللي انا محتاجها وحددت العمليات نفسها خلاص وراقبت العمليات،
دلوقتي انا ممكن ينتج عندي بعد العمليات دي ان حصل مثلا عندي اكشن مش محسوب، حاجه انا مش مخطط لها وحصلت. مثلا كان في حصل مثلا عطل مثلا في مكنه معينه في الشفت ده، فبالتالي انا حصل ان انا عندي عجز في الانتاج في الشفت ده، فما قدرتش ان انا احقق المطلوب مني. ايه الخطوه اللي انا هعملها؟ ايه الستبس اللي انا ممكن اعملها بعد كده؟ فلازم احاول ان انا اعمل تغيير، يبقى عندي خطه بالتغييرات اللي انا خططت لها، خلاص انا عندي كنترول على الحاجات اللي انا مخطط لها، وعندي خطه للتغيير في الحاجات اللي بتظهر لي فجاه اللي انا مش مخطط لها بعد. تمام، دي كده اول حاجه planning and control. تاني حاجه هنتكلم عنها الريكويرمنت. الريكويرمنت هنا بتنقسم لاربع حاجات. اول حاجه customer communication، لازم اعمل communication مع الكاستمر بتاعي عشان احدد متطلباته بشكل واضح. بيحصل اكتر من ميتنج قبل ما يحصل اي منتج مع الكاستمرز عشان تحدد هم عاوزين ايه بالظبط، تحدد كل التفاصيل بتاعت الطلبات بتاعتهم بشكل واضح. ده اول حاجه. تاني حاجه determine and the requirement، لازم احدد ايه الطلبات بشكل واضح واكتبها علشان تبقى موثقه ما بيني وما بين العميل، علشان ما يرجعش يقول لي بعد كده لا انا ما كانش قصدي الحاجه الفلانيه، لا انا كان قصدي اللون الفلاني، انا كان قصدي مثلا اللون البيج، انما حضرتك اللي انت مديهولي ده الاوف وايت. فالحاجات دي لما بيبقى معاها سامبل، لما بتكون موثقه، لما بتكون مكتوبه، لان العميل ممكن يبقى في تخيله حاجه والواقع هيطلع حاجه تانية غير تخيله. فلما هو يلاقيه مكتوب في ورقه موثقه هيعرف ان هو ده الناتج بتاعه، عشان يوم ما يطلع الناتج زي الورقه الموثقه اللي معايا دي وهو مش موافق عليه، لا هيبقى في ما بيننا فيصل ان الورقه دي بتقول ان الانتاج هيبقى طالع بالشكل الفلاني. فبالتالي دي هتبقى سبب لفض منازعات كتيره ما بين الكاستمرز وما بين الناس اللي شغالين معانا، علشان ما يحصلش مشكله في الانتاج بعد كده، او مشكله مع العملاء بعد كده. بعد كده قلنا ريفيو اوف ريكويرمنت، لازم اراجع الريكويرمنت دي واحدد هل هي الريكويرمنت دي ممكن تنفيذها ولا لا. يعني ممكن مثلا يكون طالب العميل طالب حاجه خياليه ما ينفعش ان انا انفذها على ارض الواقع، فلازم احدد مش كل حاجه هو هيقولها هقدر انا اعملها له، وفي حاجات ممكن ما اقدرش اعملها. فلازم اول حاجه احدد هل الاحتياج ده قابل للتنفيذ ولا مش قابل للتنفيذ، انا هقدر اعمله ولا مش هقدر اعمله. هو طالب ان انا خلصت المبنى ده within one week وانا ما عنديش الريسورس اللي تخليني اشتغل الكلام ده كله في اسبوع واحد، ممكن اخلصه في شهر، هخلصه بس ممكن اخلصه في شهر. فانا كده عندي الشرط الطلب بتاع العميل غير قابل للتنفيذ. فحاجه من اتنين، لا اما انا هحاول ان انا اجيب ريسورس تانيه عشان اضغطهم وهو هيبقى فيه تكلفه زياده عليه علشان اخلي اقدر ان انا اخلص الجزء ده في اسبوع، او الحاجه الثانيه ان انا هقول له لا ده هيخلص في شهر بنفس الكوست بتاعت حضرتك حاططها دي. فده اللي هيخلي في عندنا تشينج تو ريكويرمنت، ده اللي هيخلي عندي شويه تغييرات ممكن تحصل في الريكويرمنت بتاعه العميل، ولازم نكون متفقين عليها من الاول وتكون واضحه لينا احنا الاثنين. فهنا الريكويرمنت قلنا عليها ان اول حاجه لازم نجمع احتياجات العميل، ولازم نحدد هل الاحتياجات دي قابله للتنفيذ ولا لا، وهل ممكن ان انا اجمع كل الطلبات دي حاجة واحدة ولا هي الحاجات دي حاجات سيبريت ما ينفعش ان انا اجمعها. ده كده تاني حاجة الريكويرمنت. تالت حاجة الديزاين، التخطيط لعملية التصميم. هنا مش بيتكلم عن الديزاين بس بتاع الكونستراكشن، هنا بيتكلم عن الديزاين عامة، اذا كان منتج او اذا كان خدمة، يعني حاجة زي كده زي البروتوتايب، حاجة كده يعني نقول ان هو تصميم للخدمة هيبقى شكلها عامل ازاي، تخيل ليها. فأول حاجة قلنا إيه؟ تخطيط لعملية التصميم. اتنين، تحديد مدخلات عملية التصميم علشان أبقى عارف إن إيه هي المدخلات. أنا طبعا الأول حددت الريكويرمنت وحددت الريسورسز بتاعتي، دلوقتي بقى هبتدي إن أنا أشوف إيه المدخلات اللي أنا محتاجة أعملها في عملية التشغيل دي علشان تطلع لي الأوتبوتس اللي أنا شايفها. فلازم يبقى عندي تحديد لعملية للمدخلات اللي أنا هدخلها في عملية التشغيل دي، ولازم ابقى عامل حسابي على شكل المخرجات اللي هتطلع لي من الاوتبوتس اللي هتطلع لي من العمليه دي. انا كده حددت الانبوت وحددت وتخيلت عملت اكسبكتيشن للاوتبوت، محتاج كمان ان انا اراقب عمليات التنفيذ علشان الانبوت يتحول لاوتبوت. مهم جدا ان انا اراقب عمليات التنفيذ دي عن قرب وعن فترات قليله علشان ما اتفاجئش بالاوتبوت ان هو حاجه غير مطابقه.
وساعتها هيبقى عندي مشكلة ان انا اودي الحاجات دي، ساعتها هيبقى عندي إهلاك، هيبقى عندي ان انا تكلفة زيادة، هخسر وقت في ان انا اقعد اعمل الشغل ده تاني من اول وجديد. انما لو عندي عمليات مراقبة موثقة ستيب باي ستيب في كل عمليات التشغيل بتاعتي، هيبقى هيسهل عليا كتير، وهيوفر عليا فلوس كتير، وهيوفر عليا وقت. تمام. نيجي بعد كده للاكسترنال بروفايدر. مفيش حد بيشتغل في اي مجال ما عندهوش، ما بيحتاجش الموردين. دي بنسميها اداره الموردين. لو كان شغالين في الكونستراكشن، فبتلاقي في الكونستراكشن بيحتاج ان هو شركات معينه تورد له حاجات معينه للمشروع عنده. لو احنا شغالين في مجال التصنيع، فاحنا بنحتاج مثلا حاجه مثلا زي تصنيع الشيبسي مثلا. مش هي بس الرو ماتيريال، مثلا ممكن تكون عباره عن بطاطس. طيب تمام اوكي، يعني هو ممكن يزرع ارض جنبه شويه بطاطس عشان ياخد يعمل منها الشيبس. طيب بس هل هو هيعمل بطاطس بس؟ لا، هو هيحتاج ماتيريال تانية زي الرو ماتيريال تانية زي الزيت مثلا. طب هل هو هيعمل مصنع علشان يصنع الزيت علشان يبتدي يعمل عمليات تصنيع الشيبسي؟ لا طبعا، هو هيستعين بمورد خارجي علشان يورد له الزيت اللي هيعمل بيه البطاطس. طيب عشان يورد ده، هو ممكن يتعامل مع اي حد كده في الشارع عشان يورد له ده؟ لا طبعا، يعني هو ما ينفعش اصلا يكون هو مضيع كل المجهود والوقت ده في عمليات مراقبه وعمليات تشغيل وتطبيق ايزو وتطبيق كواليتي، ويجي يدور على حد ما يكونش مطبق نفس المعايير دي معاه. اولا هيتكلموا لغه غير مفهوم، هيبقى ده بيتكلم بستاندر وبكواليتي وبسيستم، والراجل التاني ده بيتكلم كده اي حاجه مش فاهم، كأنك جايب حد بيتكلم انجليزي مع حد بيتكلم كوري، فالاتنين مش هيقدروا يوصلوا لنفس اللغه. فحاجه من الحاجات المهمه ان لازم المورد يكون عنده نظام اداره جيد يتعامل بيه في شركته. وفي شركات بتعمل اوديت انترنال اكسترنال اوديت على شركات تانيه عشان تبتدي ان هي تتعامل معاها في توريد الرو ماتيريال بتاعتها، علشان تتاكد ان هي عندها كواليتي مانجمنت كويس وقوي علشان تبتدي ان هي تتعامل معاها بعد كده في السكوب بتاعها. طيب انا دلوقتي عملت الاوديت بتاعي وطلعت الشركه زي الفل، انا ايه الفايده اللي هتعم عليا لما اعرف ان الشركه دي شغاله عندها كواليتي مانجمنت سيستم؟ اولا هتاكد ان هي عندها، ان هي هتديني المنتج او هتديني الرو ماتيريال اللي انا محتاجه منها كل مره نفس الكفاءه بنفس الجوده في نفس الوقت اللي انا محتاجه بالكميه اللي هتقدر توفرها لي. اكيد لو الشركه دي مطبقه الايزو عندها او مطبقه الكواليتي مانجمنت عندها، هتبقى هي على نفس الستاندر بتاعي انا اللي انا بتعامل فيه. هيبقى عندها مراقبه على التشغيل، هيبقى عندها مراقبه على الموارد اللي عندها، هيبقى عندها مواعيد تسليم محترمه، هيبقى عندها كميات التسليم زي ما متفق عليه. فانا محتاج ان انا الموارد بتاعي يكون عنده نظام اداره جيد. لازم يكون التعاقد اللي بيني وبين الشركه دي يكون تعاقد مفصل، بمعنى ان انا ابقى كاتب المواصفات بتاعت الماتيريال اللي انا بحتاجها من الاكسترنال بروفايدر ده بطريقه واضحه وبطريقه مفصله. يعني ما ينفعش اقول ان انا محتاج من عنده زيت طعام وبس، لا، لازم اكتب لونه، لازم اكتب كثافته، لازم اكتب لزوجته، لازم اكتب جودته، نوعه ايه، هل هو اول اطفى، هل هو على البارد، هل هو مش، يعني كل التفاصيل اللي انا ببقى محتاجها في الماتيريال لازم اكتب كل المواصفات بتاعت الماتيريال اللي انا هستعملها منه. تاني حاجه لازم اتفق معاه واكتب معاه المواعيد بتاعت التسليم، علشان ما يقولش بعد كده لما يجي يتاخر عليا يبقى انا عندي حق ان انا اطالبه بتعويض على التاخير اللي هو عمله عليا. تمام. بعد كده لازم اتفق معاه على الكميات، لازم ابقى عارف ان هو هيورد لي كل شهر مثلا الكميه الفلانيه للمصنع بتاعي، لان انا اكيد مش هوقف انتاج في فتره معينه، فمحتاج ان هو يورد لي كميات معينه بصوره منتظمه في مواعيد منتظمه. تمام. بعد كده لازم اتفق معاه على كميات، سوري احنا خلاص قلنا الكميات، على طريقه الاستلام. انا هستلم منه الحاجه دي عندي ولا عنده؟ مين اللي هيوصل الماتيريال دي؟ عربياتي انا ولا عربياته هو اللي هيجي يوصلها لي عندي في المصنع؟ فلازم اتفق معاه على طريقه الاستلام. حاجه تانية كمان لازم اتفق على تحديد معايير الاستلام مسبقا، يعني قبل ما تبتدي تسلم تبقى انت لازم تكون متفق معاه ان انا هستلم الحاجات دي بتشيك ليست، والتشيك ليست دي لازم هو يبقى عندي كوبي منها.
هو عارف ان انا هستلمها بالكراتين مثلا لازم تكون كلها مقفولة بدرجة، وجاية لي مثلا في درجة حرارة معينة لازم تكون كلها مقفولة، لازم تكون كلها محفوظة بشكل جيد، فلازم اكتب المعايير بتاعة الاستلام بتاعتي شكلها عامل ازاي علشان هو ما يفاجئش ان انا لما جيت انا ان انا ارفض الاستلام ده هو ما يتفاجئش ان انا رافضه ليه. هو عارف ان انا لو هو بعته لي بالطريقة دي انا مش هستلم، فبالتالي لازم يبقى هو عارف كل المعلومات دي. حاجة أخيرة كمان، لازم يكون عندي نظام تقييم للموردين. ليه؟ عشان أعرف أن المورد بتاعي ده هل هو بدأ الحال عنده يبقى أحسن يتحسن؟ يعني كان الأول مثلا مواعيده مش مظبوطة وبعدين مواعيده ظبطت بعد كده، كان الأول الماتيريال اللي كان بيقدمها لي نص نص دلوقتي الماتيريال بقت كويسة. محتاجة يبقى عندي أكتر من مورد لكل مادة من اللي أنا بستعملها، علشان لو في مورد خلف ميعاده، خلف الاتفاق، حصل اي حاجة، يبقى انا عندي حد تاني يقدر ان هو يساعدني في ان هو يوفر لي المادة دي ما اعطلش على اي حاجة فيه. فنظام تقييم الموردين ده شيء مهم جدا ان هو يكون موجود عندي في الشركة علشان ابتدي اتعامل معاه. حاجة كمان، عشان لو الشخص المسؤول عن التوريد او المسؤول عن متابعة الموردين مشي في اي وقت من الاوقات، يبقى فيه وراه سجل او بيانات او دوكيمنت انا اقدر ان انا اتعامل فيها في الموردين دول. ما بقاش ان انا متفاجئ ان انا هبتدي ان انا اجمع داتا من اول وجديد عن الناس، لا، يبقى كلهم عندي كل الداتا بتاعتهم وكل الايفالويشنز بتاعتهم علشان ابقى بعد كده اقدر ان انا اتعامل معاهم. تمام. نيجي بعد كده للمرحلة التانية اللي هي البروفيجن. في البروفيجن هنا محتاج ان انا اكنترول كام حاجة كده. محتاج اول حاجة ان انا اعرف كل مواصفات الخدمة أو المنتج اللي أنا بقدمه. أحاول إن أنا أكتب بالتفصيل إيه كل المواصفات بتاعت الخدمة بتاعتي بشكل مفصل. ليه؟ علشان أقدر إن أنا بعد كده أعمل له مراقبة. طيب، اتنين، محتاج إن أنا أراقب المواصفات دي، هل هي بتتغير ولا ما بتتغيرش؟ هل المواصفات دي ثابتة؟ الطبيعي إن هي تكون المواصفات دي ثابتة وما بتتغيرش، ما ينفعش إن أنا أكون مثلا مصنع لتصنيع البسكوت مثلا، المرة دي البسكوت اللي طالع بحجم معين، بكرة البسكوت طالع بحجم تاني. التغليف بتاع العبوه دي النهارده لونه اصفر بكره لونه احمر، ما ينفعش. لازم تكون المواصفات كل مره زي المره اللي قبلها، لازم تكون الجوده كل مره زي الجوده اللي قبلها، ما تكونش ما تختلفش ابدا، لان الايزو لازم تقدم الخدمه كل مره زي اول مره نفس الجوده من غير اي اختلاف. تمام. فقلنا اول حاجه محتاجين ان انا اعرف كل المواصفات الفنيه للخدمه او المنتج اللي انا بقدمه. اتنين، لازم اراقب المواصفات دي بتطلع بنفس الصورة ولا لا. ثلاثة، لازم اتحكم في العوامل المختلفة عشان تطلع بنفس الجودة. لازم احاول ان انا اكنترول هو ليه الاختلاف ده حصل، طب الاختلاف ده حصل من فين، ابتدي ان انا اعمل اكزامينيشن دايما عليها علشان ابتدي ان انا احدد ايه هي العوامل اللي حصلت له، ايه التغيير اللي حصل والتغيير ده حصل نتيجة ايه، واحاول ان انا اعالج الموضوع ده. لازم يكون عندي كمان عمليات تتبع لكل المنتجات علشان لو واجهتني مشكلة في إنتاج حاجة معينة أعرف إن أنا أعمل لها تريسينج في السوق. دي بتحصل كتير جدا في شركات الأدوية وشركات الأغذية، بس هي يمكن بتبان قوي في شركات الأدوية، إن ساعات بيبقى فيه باتش أو بيبقى فيه تشغيلة مثلا حصل فيها خطأ فني في التشغيلة دي، فبيجي مثلا ساعات بتلاقي فيه إعلان كده عن إن فيه نوع دواء معين، إن لو سمحتوا يا جماعة محدش يستعمل الدواء المعين ده علشان كان فيه مشكلة في التصنيع والدواء ده انتشر في كل البلد، فإحنا مش عارفين هو مين دلوقتي الموجود، مش عارفين هو موجود فعلا في الغلطة دي ولا مفيش. فالشركات الكبيرة اللي بتبقى ماشية على الأيزو ستاندر بتبقى عاملة حاجة اسمها باتش نمبر، إن كل تشغيلة بيبقى فيها شوية مواصفات سيريال نمبرز كده، بتبقى فيها التشغيلة دي طلعت في تاريخ كام، الشيفت بتاعها كان مين، العامل اللي كان واقف عليها، التفاصيل بتاعتها طلعت امتى، طلعت راحت فين، اتوردت فين، كل الكلام ده بيبقى موجود على الباتش نمبر الموجود على التشغيل ده، بحيث ان هو لو حصل له مشكله يعرف ان هو بالسيريال نمبر ده يعرف يسحب كل المنتجات اللي كان فيها المشكله دي ويرجعها تاني مصنع ويعمل لها اعاده ضبط ويرجع ان هو يحطها تاني. في حاجه تاني كمان، حاجة غير ان هو موضوع السيريال نمبر بتاع التشغيل ده، في حاجة اسمها بوست دليفري اكتيفيتي اللي هي عمليات ما بعد اداء الخدمة، ان هو انت بتبقى عاوز تعمل اكتيفيتي بحيث ان انت تتأكد ان العميل هل هو راضي عن المنتج ده ولا لا، هل هو راضي عن الخدمة اللي انت قدمتها له ولا لا.
دي بتبان شوية قلنا في الكاستمر سيرفيس أو السيرفي اللي بتعمله معاك شركات الاتصالات بعد الخدمة ما بيقدموها لك. دايما بيقولوا لك في تليفون هيجي لك دلوقتي عن أداء ممثل خدمة العملاء عن مكالمتك مع الشركة. فده دايما بيبقى عاوز ان هو يتأكد ان هو مقدم لك الخدمة بطريقة كويسة، ان انت راضي عن الخدمة دي. ده برضو بيبان في السيرفيز اللي بيقولوا لك مثلا ان في المطاعم مثلا او في الاماكن انت بتبقى موجود فيها، حط رقم هنا ان الخدمه دي انت هل هي نالت على رضائك ولا لا. فدي اللي بيسموها بوست ديليفري اكتيفيتي، ان هو عمليات ما بعد البيع، ان انت خلاص احنا بعنا المنتج ده، عاوز تتاكد ان هو المنتج ده حصل على رضا العميل. بعد كده بنتكلم في الريليز. الريليز اول حاجه فيه بنقول ان احنا اول حاجه لازم تشيك ات ان احنا بنفحص المنتج بتاعنا او الخدمه في مرحله مناسبه. يعني ما ينفعش تستنى لحد ما يحصل تشغيل للمنتج ده او الخدمه دي 100% وبعدين تبتدي تفحص في الوقت ده. ده كده خلاص انت كل بالنسبه لك ده هيبقى هدر، لان انت هتبتدي من ستيب نمبر 1. فانت لازم تفحص المنتج او الخدمه بتاعتك في عمليات التشغيل خلال مرحله التشغيل كلها، مش لازم نستنى لحد الاخر. تاني حاجة التحقق من التطابق للمواصفات قبل الإفراج عنها. ما ينفعش بعد ما أنا أعمل المنتج بتاعي ريليز إن أنا أبتدي بعد كده بعد ما أعمل له ريليز أعمل عليه تشيك. طب أنا استفدت إيه لما عملت له تشيك؟ بعد كده هبتدي بقى إن أنا أسحبه تاني من السوق؟ طب ما أنا كان في إيدي إن أنا أعمل له تشيك أو أعمل له فيريفيكيشن قبل ما أطلعه للعميل. طيب أنا خلاص عملت الفحص في مرحلة مناسبة من إنتاج المنتج ده، بعد كده اتحققت من المطابقة وخلاص تمام طلعت مطابقة، احتفظ بالإيفيدنس اللي أنا طبقت بيه ده، علشان يوم ما تحصل مشكلة تانية. المشكلة بقى أنا كده خلاص عملت التشغيل بتاعي وقدمت الخدمة بتاعتي أو قدمت المنتج بتاعي بشكل كويس، ممكن بعد كده تحصل مشكلة مثلا في التخزين. طب إيه الإثبات إن المشكلة حصلت في التخزين ما حصلتش في التشغيل؟ إن أنا هيبقى عندي إن في عندي إيفيدنس بان انا الكونفورمتي بتاعت المنتج ده خلاص هو كان طالع من عندي في التشغيل بطريقه كويسه، وهو المنتج كان طالع مطابق. انما حصلت مشكله بعد كده في التخزين، فدي مش مشكله التشغيل، تبقى مشكله تانية وهنحاول نحللها نشوف لها ايه حلها، بس مش هي دي مشكله التشغيل. فلازم الاحتفاظ باثبات المطابقه للمعايير اللي تم تنفيذها قبل كده. طيب ايه تاني؟ لازم احتفظ بوثائق التتبع، عشان لو حصلت مشكله في باتش مثلا زي ما احنا كنا بنقول من شويه، اقدر ان انا اعمل لها تريسنج واقدر ان انا اسحبها من السوق بسهوله، ما استناش لحد ما ان انا اعرف العميل ايه المشكله اللي حصلت وارجع بعد كده ان انا احاول ان انا انزل بقى الاعلانات اللي بتحصل دي. انا هقدر ان انا اسحبها من السوق واحل المشكله وخلاص على كده. وطبعا قبل ما نخلص ده لازم ان احنا نعمل ريتين للدوكيمنت انفورميشن علشان احتفظ بكل البيانات دي وكل الريكورد دي، وما يعني احاول ان انا احتفظ بيها از هيستوريكال ريكورد وحاجات تانية، ان انا اقدر ان انا اعمل فحص وان انا احاول ان انا ارجع للدوكيمنتس دي ابقى انا راجع لها وهي موجوده عندي وما عنديش فيها مشاكل. طيب اخر حاجه، طب انا لو عملت الفحص وعملت وطلعت الحاجة مش مطابقة للمواصفات هيبقى إيه الحل؟ أول حاجة بحدد تحديد ومعالجة المخرجات الغير مطابقة. أنا دلوقتي أول حاجة بحدد هو إيه الأيتم ده مش مطابق ليه؟ إيه المشكلة في عدم المطابقة بتاعته؟ إيه مشكلة عدم المطابقة بتاعته؟ أحددها الأول وبعدين أشوف هل هي ينفع لها علاج، فأنا ينفع إن أنا أدخلها في مراحل تشغيل تاني من أول وجديد وليها علاج وتنفع إن هي تمشي وتطلع خلاص منتج مطابق، ولا هل هي خلاص كده انا محتاج ان انا انزلها درجه تانية وتتباع على انها درجه تانية وما ينفعش خلاص كده فيها تشغيل تاني؟ ده برضو حل تاني. طيب انا دخلتها مرحله تشغيل من اول وجديد تاني، رجعتها تاني لعمليات التشغيل وبدات ادخلها في البروسيس بتاعه التشغيل. طيب ايه الكوركتيف اكشن اللي انا محتاجه ان انا اخده في الاجراء اللي انا ابتدي ان انا اتعامل فيه مع المنتج ده علشان يطلع لي منتج مطابق؟ هشوف ايه الكوركتيف اكشن ده. طيب انفذ الكوركتيف اكشن ده وابتدي ان انا اطبقه على المنتج ده. طب طلع لي منتج، اعرف من فين بقى ان هو مطابق ولا مش مطابق؟ ابتدي ان انا تاني اعمل له مطابقه، هل هو مطابق ولا غير مطابق؟ لو طلع مطابق خلاص تمام، يبقى انا كده عندي الكوركتيف اكشن اللي انا عملته ده كده سليم
وده حل المشكله عندي وخلاص كده المشكله اتحلت. طب انا عندي طلع برضو الايتم ده مش مطابق للمره الثانيه، يبقى انا عندي كوركتيف اكشن اللي انا اتخذته ده مش هو ده سبب المشكله، لا هو سبب المشكله حاجه تاني. ارجع تاني اشوف ايه هي كانت سبب المشكله وابتدي ان انا احط كوركتيف اكشن تاني وابتدي اعمل نفس البروسس لحد ما اوصل لحل المشكله دي. خلاص المشكله اتحلت الحمد لله، المنتج هيتعمل له ريليز وكده مشكله المنتج ده اتحلت. طيب احنا كانت عندنا هنا نقطه فين؟ في النقطه رقم 5 البروفيجن كنا ما اتكلمناش عنها، اللي هي كنترول اوف تشينج. اي تغيير يحصل عندي عن العقد المتفق عليه او في الدوكيومنتس او في الكونتراكت لازم يكون دوكيمنت. ليه؟ فرضا انا عندي عميل كل شويه بيغير رايه، النهارده عاوز الديزاين بالشكل ده، بكره عاوز الديزاين بشكل تاني. لو انا سمعت كلام العميل وكل مره بغير الديزاين، اول ما هو بيجي يقول لي ده محتاج تغيير ديزاين، انا كده عندي مشكله. ممكن هو يجي في وقت من الاوقات يقول لك لا انا ما طلبتوش كده، لا انا طيب مش هو انا ما طلبتوش في الوقت بتاع التغيير ده، احنا كنا لسه بنفكر. فاول حاجه من كنترول اوف تشينج ان لازم التشينج ده يكون دوكيومنت، لازم يكون موثق علشان تقدر ان انت تكسب فيه بعد كده. لو انت حابب ان انت تعمل كليم على التايم او على الكوست اللي انت نفذته في المشروع ده تقدر ان انت تكسبها بطريقه كويسه. فالكنترول اوف تشينج قلنا اول حاجه لازم يكون دوكيومنتد، تاني حاجه لازم التشينج ده يكون مدروس. يعني ما ينفعش يجي كلاينت يقول لي انا عاوز اهد الحيطه دي بالعمود ده واعمل في الحته دي فاضيه مثلا. طب ما انا ممكن لو انا سمعت كلامه وهديت العمود ده، العمود ده وقع لي المبنى كله، فانا كده عندي التشينج اللي اتعمل ده مش مدروس. طب انا كده استفدت، انا كده بوظت المبنى كله، في الاخر هي مشكلتك انت لان انت اللي نفذت التغيير ده. فاول حاجه لازم اكون احرص ان يكون التغيير ده يكون موثق، اتنين لازم ادرس التغيير ده كويس جدا واشوفه هيأثر على ايه، واشوفه ايه البلانز التانيه اللي ممكن تتغير علشان التغيير ده حصل، واشوف هل التغييرات التانية دي تغييرات ايجابية هتخليني اسهل السكوب واخلص شغلي على طول وتبقى حاجة كويسة، ولا تغيير سلبي هيخليني ان انا ابتدي اعمل تغييرات في حاجات تانية. طب ممكن في حاجات تانية تبقى عوائق ان انا ما اقدرش اغيرها، فلازم عشان كده لازم ادرسه ولازم اخلي كل الحاجات دي موثقة علشان اطمن ان الحاجات دي كلها under control. تمام، ندخل بعد كده في الكلوز رقم 9 اللي هي ايه؟ اللي هي البرفورمانس ايفالويشن.